ورابطة. وينك يا عبيد؟ عبيد عبيد هلا نجيتس. يلا بطيح القدس خلينا أشربت اللبن زي الأفلام المصريات. بس هناك هالبطلة تشرب عصير من يد حبيبها. يا حبيبتي كل وله عاداته وتقاليده، وحنا ما حنا من قوم العصير والعياذ بالله. طيب أنا راضية، بس دام إنك أنت متأثر بالأفلام المصرية وراك ما وديتني مطعم. والبيت وراك ها؟ الحمد لله إحنا في بيتنا عندنا هنا قتنا حلبتها وجبت لك أشربت منها. المطعم عندهم ناقة؟ حليب من ياق ما هو زين المعدة. إني داري يا حبيبتي، لكن كل وله هواو هواو. يا حبيبتي بطلي حلقتك بطلي حلقتك بطلي حلقتك. لا 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 وبعد سنين من السعادة تحول الموضوع كله إلى حزن.